ولذلك الآية الأخيرة في هذه الصلاة الماتعة الجميلة: وما أنفقتم من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولذلك يا إخواني، رب العزة حينما طلب منا المال استقرضه، فقال جل جلاله: من ذا الذي يقرض الله؟ أنا الفقير أقرض الغني القدير. لعائن الله على اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فأنا أقرض الغني وأنا الفقير. قفوا على هذه اللطيفة الرقراقة جدا. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال: من ذا الذي يقرض، اسمع، لأن القرض مضمون السداد والرد، لأن القرض مضمون السداد والرد. لو أقرضت إنسانا سيرد هذا القرض يوما، فأنت حين تعطي اعلم بأنه قرض مدخر لك عند الله جل وعلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أيها الأحبة، الموضوع طويل وذو شجون، فلعل الله قدر هذه الكلمة لأذكر أهل الفضل في هذا البلد الكريم، وأنا أعلم أنهم أهل سخاء ولا ينكر ذلك ورب الكعبة إلا جاحد بالإنفاق. فأنا أرى أن الإنفاق هذا العام من أعظم العبادات ومن أعظم الطاعات، فأنفقوا في سبيل رب الأرض والسماوات، أطعموا الجائعين والفقراء والبائسين، واعلموا أنكم بهذه النفقة تزيدون أموالكم وتحمون أنفسكم وأولادكم. وأختم بهذه القصة أو الحادثة الجميلة، وكنت قد ذكرت بها. جاءني أستاذ جامعي عندنا في مدينة المنصورة وقال لي: يا شيخ محمد، لقد ابتليت بمرض في قلبي واحتجت إلى جراحة عاجلة، وقرر الأطباء وأنا رجل ميسور الحال أن أسافر إلى لندن على ما أذكر، وهنالك قرر الأطباء لي جراحة. فقلت لهم: هل أستطيع أن أرجع إلى بلدي مصر لمدة 3 أيام لأوصي بما أريد ثم أعود؟ قالوا: لا بأس، وأعطوه دواء وعاد. يقول لي وأنا جالس مع صديق لي وفي الناحية المقابلة أرى جزارا يبيع اللحمة، فوقعت عيني على امرأة كبيرة في السن تقف إلى جوار هذا الجزار، كلما وقعت قطعة من العظم أو من الدهن أخذتها وضعتها في كيس. قال: فشدتني جدا، فخرجت إليها وقلت: ماذا تصنعين يا أمة؟ قالت: يا بني، أجمع أي شيء من اللحم أو الدهن لأولادي، عندي 6 بنات لم يذقن طعم اللحم منذ كذا وكذا. فقال: كم تحتاجين من اللحم؟ قالت: أحتاج 0.5 كيلو. قال: فقلت الجزار: اوزن لها 2 كيلو. ثم قلت له: كم حساب السنة كاملة إذا أعطيتها كل أسبوع 2 كيلو؟ قال: حساب كذا. فأخرجت له حساب عام كامل وقلت: هذه السيدة تأتيك كل أسبوع، فأعطيها 2 كيلو من اللحم. يقسم لي: بركت المرأة على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وظلت تدعو الله بدعوات على الفطرة. قال:
فأبكتني وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وهزت أعماقي وقلبي. قال: والله يا شيخ، شعرت بقوة في بدني وفي نفسي، حتى لو كلفوني أن أحطم جداراً لحطمته. قال: فلما وصلت إلى بيتي بهذا الفرح والانشراح الذي ملأ قلبي والطمأنينة التي أستشعرها، فتحت لي ابنتي الجامعية وقالت: ما شاء الله ما شاء الله، أراك سعيداً يا أبي، وأراك فرحاً، بل أراك نشيطاً. فقص عليها قصة المرأة. قال: فبكت ابنتي وقالت: أسأل الله أن يسعدنا بشفائك كما أسعدت المرأة وبنتها. قال: وأصر الأهل أن أسافر إلى لندن مرة أخرى. قال: وهنالك بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، حين أعاد نفس الفريق المتخصص الفحوصات والكشف، وإذ بهم ينظر بعضهم إلى الآخر ويتساءلون: ما الذي جرى؟ ماذا فعلت؟ فقال: ماذا ترون؟ قالوا: أما الجراحة التي كانت قد قررت لك لتوسيع بعض الشرايين في القلب وتركيب شرايين أخرى، لم تعد الآن في حاجة إليها، فدلنا ماذا صنعت في هذه الأيام القليلة؟ فقال هذا الرجل كلمات جميلة: قال: تاجرت مع الله فشفاني الله عز وجل، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.